في عهد السلطان مراد الرابع كان هناك عالم عثماني يدعى أحمد جلبي الملقب بهزار فن، ولد سنة 1609 ميلادي في اسطنبول وتوفي سنة 1640 في الجزائر. قام هذا العالم بمحاولات طيران، وكان عددها في بادئ الأمر 9 محاولات ولمسافات قصيرة ونجح فيها جميعا، وده كان في عام 1636. وبعد محاولات ناجحة أعد العدة للطيران الكبير، وهو الطيران من فوق برج كلاطة. برج كلاطة ده في منطقة اسطنبول، كان هينط من برج كلاطة إلى منطقة اسكادر. وبرج كلاطة بيبلغ طوله 66 متر وبيقع في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول، أما منطقة اسكادر فتقع في القسم الآسيوي من اسطنبول. وطبعا بيفصل ما بين القسم الأوروبي والقسم الآسيوي مضيق البسفور الشهير، ولا تقل المسافة بين البرج ومنطقة اسكادر عن 7 كيلومترات. وفي اليوم المعلوم تجمع أهل اسطنبول على الساحل، وبعد مدة بقى في زحام شديد لم تشهده اسطنبول من قبل، وكان السلطان مراد ومعه الصدر الأعظم رئيس الوزراء جالسين في قصر سنان باشا في سراي برنو يراقبون ما سيحدث، والعيون شاخصة نحو قمة برج كلاطة اللي هيقفز منه البطل. ولما حانت اللحظة الحاسمة وقفز أحمد الجلبي من فوق البرج بعد التلفظ بالبسملة تاركا نفسه للفراغ، وبأجنحة التي ركبها طار متوجها نحو مضيق البسفور، وعقدت الدهشة والذهول ألسنتهم وهم يتطلعون إلى هذا المنظر والمنظر المذهل. طار فعلا أحمد الجلبي من البرج قاطعا مضيق البسفور، وحط أخيرا في حي دوكان جيلارر في منطقة اسكادر بنجاح، متفوقا على عباس بن فرناس اللي كان في الأندلس قبليه بقرنين أو 3 قرون من الزمان، وللأسف ما كان محاولة طيران. أحمد الجلبي بجانب كونه أول عالم حقق خطة الطيران يعد في نفس الوقت رائد الطيران الشراعي في التاريخ، لأنه في أثناء طيرانه أخذ في حساباته كأي طيار في طائرة شراعية عامل الرياح والهبوط واتجاهها، وده أثر في نجاحه المذهل عشان يبقى هزار فن، أي صاحب الألف فن أو الألف علم، وده اللقب اللي أطلق عليه الشعب التركي. اتخذ أحمد الجلبي بحساباته وعمل ساعتها شبه المعجزة. وطبعا يا جماعة الصورة اللي انتوا شايفينها دي تم رسمها تتويجا للحدث ده عشان يبين علماء الدولة العثمانية وقد ايه كان في تقدم وقد ايه كان في علم. و لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ويقول لنا استفدت ايه من المعلومات اللي احنا بنقدمها لك. وطبعا يا جماعة اول رائد طيران هو عباس بن فرناس العربي الاندلسي، وطبعا يا جماعة ان بنقدم معلومات غريبة وعجيبة، تمام. وطبعا يا جماعة اكتبوا لنا في التعليقات استفدت ايه.